الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم من يتخذ التورق تجارة دائمة ليستفيد من المال في مشاريع أخرى له؟ لا بأس بذلك على قول الجمهور، حاجة الناس إلى التورق، لأن القرض الآن الحسن قليل أو معدوم تقريبا، ما فيه إلا التورق. المحتاج وين يروح؟ إما الربا الصريح وإما التورق. التورق بيع، ما هو بربا، بيع، يبيع عليه سلعة موجودة يقبضها المشتري، يبيع عليه سلعة موجودة بثمن مؤجل يقبضها المشتري ثم يبيعها على غيره وينتفع بثمنها حاضرا، فإذا حل الأجل يسدد للدائن. هذه مسألة التورق، سميت التورق لأن المقصود منها الورق وهو القيمة، قيمة أن المحتاج ينتفع بها في حاجته الحاضرة. فلأجل الحاجة الآن لابد من التورق، إما ربا وإما تورق. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن بشروط: أولا أن تكون السلعة موجودة عند العقد يملكها البائع، ثانيا أن يقبضها المشتري وينقلها من مكان البائع ويبيعها على غيره، ثالثا أن يبيعها على غيره. بهذه الشروط لا بأس بها عند الجمهور، وإلا فشيخ الإسلام وطائفة من العلماء يقولون ما تجوز، لأنه ما هو مقصود من البيع، مقصود من الدراهم، اتخذوا البيع حيلة إلى حصول الدراهم، يقول الضرورة اقتضت هذا، وش يسوون؟ نعم.